صباح ربيعي وغائم وقليل من البرد من ضحكة غرارات السياحة. أرحب بكم، حبيت أنقلكم بعض المشاهد من الطبيعة في ضحكة. هذه الطبيعة اليوم في ضحكتور قائم، درجة الحرارة تقريبا 17 درجة مئوية، قبل شوية كان مطر، هسه توقف المطر، وهذه الطبيعة. بعد قليل راح نتحرك منها إلى بحيرة سيوان المسمات بلؤلؤة الأرمينية الزرقاء، ونحاول أن ننقل لكم مشاهد من جولتنا في بحيرة سيوان. الحمد لله على السلامة، شلون الوضع؟ حلو؟ هو ما خفتي؟ مو فيصل ما خفتي؟ لا والله، الجو شلون؟